تكوينية للشبه ديال المنطقة ولا في الجهة ولا نخلقوا على برنامج وطني ونتواصلوا في قلب سيان الوافي عندنا بغي تقرنا على اتفاقية تكون مع الوزارة لا أنا جاري أنا أعطنا واحد توي ولكن هذا قبيلات نهار بل تكيكو في مشتري مش تكون لأن TRAEE كتب الله يحبك هنا واش معنى ديال 25 ولا 25 انا كنعرفها وجهي انا تقلب شوف واش معنى ديال كاين فكره تاع البانزي كاين فاش الكلاس ديال ليدي وكاين الشق دي ار او دي او غرانيه هذا الشيء اللي انا كنعرف هذا شنو فيه فيه بلوكس غادي ياخذوا 25 مليون ديال التان سمعتي تأهر وباش يخدموا باش يخدموا هذه البارتنيريا خصهم يخدموا تأهر مش معايا هما اللي يخدموا لهم هادشي يعني انتم عارف تشوفوا اليوم مازال ما خرب مازال ما خرب ربما يمكن بنت ماشي شغل شبيه تكون عندها عقدان اليوم شحال ولكن هذه الخلافات هذا هذا لي تريطوار لو ران ديال لون توا ديال الدنيا في بزاف ديال الوزارات وزيد الوزير وهم وهو باش يخدموا تيديروا بيرو ديتيو هو اللي يعملوا الاسبوان شوف اللائحه الصغيره اللي خرجات شكون اللي فيها شكون هما ومن بعد طلبوا منهم يخدموا بوحدهم مثل الدراسه خصكم معاها جمعيه شتي دابا خدمك في الجهه اصلا هضر معاك انا حيت كاين الفلوس كيما قلت هذه تمشي عندهم تقول هضر معايا انا على القريب حيت الفلوس هما اللي تبغى هذا اللعب كامل فهمتي هذا خلى الشجره ديالو تيقول لها بخوش خلي لها تاكل رزقها لا راه في الخدمه تلقى ما يبيع باش يدير خصو يداويها لو خصو يعطي الفلوس باش يشد الفلوس واش هذا صحيح راه سي معاذ ولا كانوا كنتمنى السيد سير عنده في المسؤول قول لي ما يحسن الفلوس ولا ما يدير الفلوس كنتمنى باش ياخذ كنتمنى دابا هاد الجمعيه غتخدمو خصنا الناس بغاو بغاو شنو تاخذ دخلوا وقلبوا السيد المدير هو راه قال لكم السيد انت راه الاشاره ديالنا ديما السيد صالحي انا كنتمنى وزيد نتمنى من الشباب حنا راه الاشاره ديال الشباب انا راه عندي واحد العدد ديال التقني اللي كيدير يقراو في المدرسه عطيتهم للسيد ديالي باش يمكن لهم يستافدوا انا عطيتها لهم انا كيعيطوا لي واحد العدد ديال الدراري ديال المدرسه خليه البلاعه انا كنقول له خذ لا تبقى تخسر شي حاجه انا راه الاشاره ماشي دابا قدامكم داخلي كيقراو تما عندي دي فيديو كاين عندي شي 222 فيديو في واحد القناه ديالي ما كندخلش فيها هاد القناه ديالي درت لها لله لله ما كندخلش فيها ما كندخلش فيها ونتمنى وشوف نتمنى غير الشباب الشباب نتمنى منهم واخا عندنا ولادنا حتى حنا تكون عندهم الرغبه التكوين ميداني راه الا ما كانش تكوين ميداني ما كاين ولا وسط بالنسبه للسي محمد مازال لو يقدر ما تلقاوش واحد المغترب سمح لي دار في الهضره باش تشوف دابا انت باش تعلم واحد السيد اسمع غادي نجيبو جوج الناس واحد سميتو عمر واحد سميتو عثمان بجوج وليتيهم هذاك عثمان وليتي كيفاش يداوي وليتي وكتعطي مخيل مزيان تقول مشي قاعد عثمان وليتي تكوين ما تقدرش يمشي الدولة غير يكون ممكن خاص تغير النفوس على ان الدولة تتعاون الشباب بعثوا شي مسؤولين على عثمان تعلم ان شاء الله تيخدم مع الصحة قد يراجع مع سيد ربي المهم ماشي دخلتي في جدة هو راه مشى يخدم الله يجازيك بخير ولكن الا جات عثمان وعمر وجيل وقدوش هانو حا قدامهم هانو حا قدامهم حنا ما كتهربوش على شي مشاكل ما كتهربوش حنا وغي تكون عندهم الرغبة خصها تكون الرغبة أنا غير تكون عند الشباب الرغبة باش يتكون ويقال ويتعلم هادشي اللي بغيت ما راه حنا الأطر هما قدام تبارك الله ها هو كل واحد على كل حال نتمنى إن شاء الله يكونوا الشباب اللي بغاو يتكونوا حنا راه أنا بعدا مع الشباب ومع الفلاح حتى سي محارة كان شي كلمة تاع الإخوان شعبي سي محارة 90 أنا كنخدم كاع ماشي كاع حتى عام 97 هو انه كاين انفورماسيون راه كيوصلوها ولا فورماسيون راه كيوصلوها راه كيوصلوها
L'organisation professionnelle, l'organisation. Il faut organiser les jeunes. Je peux t'attendre. Je vais t'attendre. J'ai donc qu'il y a l'organisation. Chacun est mettre. Ah oui, si tu m'as dit. Les jeunes, ils doivent faire une coopérative. Ils sont bois. Le système roule à moitié. Donc là, on est allé. Parce qu'on a dit, aussi moi, la partie technique, ou la partie organisation. Je suis du même dessus. Parce que nous dirigeons à un conflit. شكراً أستاذ شكراً 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 مثلا ديال المواد ديال يعني
البلون طاوماتيك كاين جمعيه اللي كدير العسل، كاين جمعيه اللي كدير الماء الابيض، وكاين جمعيه اللي كدير الزيوت وكل زيت شنو فيها وحكايه ديال الانواع ديال الزيوت. كاين جمعيه اللي كدير العسل كنزل لك الطانيي كنجمعو كيولي ان طانيي كيكون شاب، يعني كيولي كي هذاك تاخذ واحد الاتحاد الجمعيات اللي كي اللي حنا كنسوقوه وفي كيتسوق كيجيب الثمن، يعني باش تبيع مثلا قطعه ديال الزيت كتبيعها ب 100 درهم شهريا، ولكن داك الطاني كيولي كيسوق 2000 درهم ولا 2500 درهم، هذا الشوكه ديالو وخذا واحد كيخدم كبير، يعني صام الظروف وفكر في هذه المسائل هذه، لانه ماشي غير الجمعيه ديالنا راه هي تخدم في وسط الاستيقظ، يعني ماشي غير الجمعيه ديالنا تخدم بوحدها، راه كاين فوالا ولي فور، يعني